مصلحة الجمارك في أسوأ أوضاعها، ليس بفعل رجالها، إنما عدم دعمها، عدم دعم المصلحة، عدم منحها القوة، عدم الوقوف إليها، هذا هو اللي مخليها لا تؤدي العمل بشكل صحيح. بالرغم من هذا كله، موجودين في المواني، موجودين في الأقسام، ويؤدوا في عملهم. يعني في ضبطيات، نحن بينما يعني يشدوا تو الضبطيات سمحني تو مثلا الربع طن اللي تو شدوه تو كوكايين سمحني هذوما، طب هل سمحني ياخذوا يا في سلام سمحني تفضل. تو سمحني سامح. بالنسبة للمواني اللي هي هذه بالقرب مني، أنا هنا راس نلوف، بريقة، بنغازي، طبرق، مساعد، فيها جمارك وفيها أجهزة جمارك، لك حرية العمل ولك أنك تعمل وتمارس صلاحياتك، لا يتدخل فيك حد ولا يكلمك حد، ولكن أنت ضعيف، كيف أنت نعرف ما انا عندكش مثلا الإمكانيات قوتي القوية. خليك معي أستاذ أحمد فاهمك الصورة بشكل صحيح. يعني تو لما تجي انت المهندس تقول لنا هذه قطعه ارض ونبي نبنيها، حيقول لك لا، نحتاج حديد ونحتاج اسمنت ونحتاج عمال ونحتاج ادوات ونحتاج امكانيات ونحتاج تمويل عشان نبني هذا البيت، عشان ننفذ هذه الخريطه. انت نحن لما نقول للجمارك مثلا لاقسام مكافحه اللي هن مثلا في المنطقه الشرقيه هذه اللي انا يوم من الايام قعدت مسؤول عليهم بشكل كامل، قسم مكافحة طبرق ليس لديه مقر والشقة اللي يخدموا منها مستعارة، قسم مكافحة بنغازي الأرض اللي عليها مستعارة ويخدموا في بيوت جائزة متهالكة في المطار تقطر عليها ما عندها مش مقر. جمرك ميناء بنغازي كان في بيوت متهالكة بمجهود شخصي من رئيس المركز الجمارك، بس تحصل لهم على مقر محترم داخل الميناء. بمجهود شخصي تحصلنا على إمكانيات، بمجهود شخصي تحصلنا على آليات، بمجهود شخصي تحصلنا على أجهزة، دعمتنا قوات المسلحة في ذلك الوقت، دعمتنا حكومة عبد الله الثاني. مصلحة الجمارك لم نرى منها شيئا. السؤال عندنا أنا، السؤال اللي هو محير كل رجل جمارك كلهم حتى لما يقدرش يتحدث، لكن في بينك وبيننا يحكي لك ماذا السبب، ما هو السبب؟ ممتاز. لماذا طيب، لا تدعم مصلحة الجمارك بأجهزة حديثة متطورة؟ لماذا؟